شاب اتصل بي منذ أسبوع. اسمعوا لهذه القصة التي صاعقتني. اتصل بي منذ أسبوع قال: يا شيخ، عندي قضية عظيمة، مشكلة عظيمة. قلت له: ماذا؟ تفضل. قال لي: يا شيخ، اقتلوني. قلت له: ولماذا نقتلك؟ قال: اقتلوني، أريد أن تقيموا علي الحد، لم أعد أحتمل. قلت له: ما قصتك؟ قال: دمرتني الأفلام الإباحية وبدأت بممارسة الشذوذ، يعني مع الشباب والذكور، فعل قوم لوط. قال لي: والمصيبة أنا رجل متزوج وعندي أطفال، لكن دمرتني الأفلام الإباحية. نعم، الأفلام الإباحية تفعل أكثر من هذا. لماذا؟ لأن صاحبها يدمن، وهناك دراسات طويلة حول هذا الموضوع. الأفلام الإباحية تجعل صاحبها مدمنا، وإدمانها أشد فتكا من المخدرات. شوف اللي بيشرب مخدرات، بيتعاطى مخدرات، كل ما تقدمت به الأيام ماذا يطلب؟ جرعة زائدة. وهكذا الذي يتابع الأفلام الإباحية، بالبداية بيتابع رجل مع امرأة، بمرور الأيام هذا الأمر ما عاد يعني يشبع غريزته وشهوته، فيطلب أعظم من ذلك، بيطلب مرأة مع عدة رجال. بمرور الأيام يطلب رجال مع رجال، بمرور الأيام حيوانات، وهكذا. دراسات تدمر العقل، تفتك بالدماغ، تفتك بصاحبها. اقرأوا الدراسات، أشد من المخدرات والخمر، تجعله مهزوز الشخصية، ضعيفا، تدمر الأعصاب في الجسم، وهكذا. هذا الرجل هكذا فعلت به هذه الأفلام وهذه المواقع، متزوج وعنده أولاد، تطورت معه الحالة إلى أن يعني صار يطلب الشذوذ وممارسة فعل قوم لوط.